إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث افتتح ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري جناح دولة الكويت في إكسبو دبي 2020، ورافق الوزير عدد من قياديي وزارة الإعلام وممثلون عن الصحف المحلية والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية وجمعيات النفع العام ذات العلاقة بأهداف المعرض العالمي الكبير الذي يعنى بالتخطيط وعرض الأفكار الرائدة، وذلك في مختلف المجالات التنموية. عام هذا ويقع الجناح الكويتي ضمن منطقة الاستدامة، إذ يقام تحت شعار كويت جديدة فرص جديدة للاستدامة، ويستعرض الجناح صورا من الثقافة الكويتية وهويتها الخليجية والعربية والإسلامية الأصيلة، ويبرز مآثرها الإنسانية عبر تاريخها، كما يعكس رؤية كويت جديدة 2035. نيابة عن سمو رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح، افتتح معالي وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن بداح المطيري جناح دولة الكويت في إكسبو دبي 2020، بحضور سعادة منيرة الهويدي وكيلة وزارة الإعلام المفوض العام لدولة الكويت في إكسبو، والسفير الكويتي صلاح البعجان، والقنصل الكويتي ذياب فرحان الرشيدي، وعدد من كبار الشخصيات الكويتية والإماراتية والعربية والعالمية والسلك الدبلوماسي بالإمارات، وجموع غفيرة من رواد إكسبو. اليوم أنا سعيد ويشرفني أن أمثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، واليوم أود أن أتقدم بجزيل الشكر والثناء والاعتزاز والفخر للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والحكومة الرشيدة والشعب الإماراتي الشقيق على هذا الإنجاز التاريخي باستضافة حدث عالمي إكسبو أن يكون في دبي 2020. واليوم مشاركة دولة الكويت أن تقدم ما يميزها من إرث حضاري تاريخي ثقافي فني إنساني والتنمية المستدامة من خلال رؤية الكويت 2035، بتقديم هذه الفقرات بكفاءات وطنية يعني طموحة ومشاركة أكثر من 255 مؤسسة حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني وأيضا مبادرات شبابية. اليوم احنا فخورين بكل أمانة على هذا الافتتاح الجميل، يحظى برعاية كريمة من سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإن شاء الله نستمر بهذا التميز خلال مدة معرض إكسبو دبي 2020 لمدة 6 شهور. وقد حرص القائمون على جناح الكويت في إكسبو 2020 أن يعكس الجناح قصة إرث الكويت الحضاري ونهضتها، وأن يفردوا مساحة واسعة لكافة الجهات الحكومية والخاصة في الدولة لإظهار أبرز إنجازاتها وفتح آفاق جلب الاستثمارات المتنوعة في تماش مع رؤية الكويت 2035 ضمن جولة لا تنسى. يعني أي نجاح لأي دولة خليجية وعربية فهو نجاح بالنسبة لنا، فاليوم نعزز هذا النجاح بأن تكون مشاركتنا عامل أساسي لتحقيق نجاح هذه التظاهرة. واليوم شفنا الردود الأفعال وبالكل من حضر لهذا الافتتاح، وسوف نحاول قدر المستطاع أن نحقق هذا التميز بشكل مستمر، وبإذن الله سوف نحقق ذلك من خلال الكفاءات الوطنية الموجودة وكافة المؤسسات المشاركة. اشتمل الحفل على فقرات متنوعة واستعراضات تراثية جسدت الموروث الثقافي لحضارة الكويت على مر التاريخ، بمشاركة نخبة من الفنانين الكويتيين، وضمت أهازيج شعبية وأغاني ورقصات تراثية لاقت استحسان الحضور من كافة جنسيات العالم لترتسم علامات البهجة والسرور على وجوه الحاضرين كافة. حضور إماراتي وعربي وعالمي على أعلى مستوى، ذلك الذي شهدناه مع مراسم افتتاح جناح دولة الكويت في مقر إكسبو 2020، في دلالة على المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الكويت لدى جاراتها العربيات وجميع دول المنطقة. لتلفزيون دولة الكويت، سالي الأسعد، جناح الكويت في إكسبو 2020 دبي.